لا 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 ونلتقي فيكم على أغلى الوعود نرسم دروب التميز بيننا مسرح الإبداع بستان الورود للمواهب يحتضن أحبابنا ونلتقي فيكم على أغلى الوعود نرسم دروب التميز بيننا مسرح الإبداع بستان الورود للمواهب يحتضن أحبابنا لا 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 بالتميز مسرحي وبلا حدود كل حالم ينثر شجان المنى موعد اللقيا مع الفرح يعود نجتمع بالخير دايم والهنا لا 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 بالتميز مسرحي وبلا حدود كل حالم ينثر شجان المنى موعد اللقيا مع الفرح يعود نجتمع بالخير دايم والهنا لا 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 غرد بشوق طائر الإسعاد قد صاغ ألوان البيان فؤادي بنسوة حف الملائك جمعهم وبيد يباهي ربنا وينادي حييتم وفد العفاف ومرحبا يزهو بكم ويفاخرن بلادي حييتم وفد الكرام ومرحبا زمرا أزف مشاعري وودادي حييتم وفد الكرام ومرحبا زمرا أزف مشاعري وودادي يا نور الدجى يليك ربك منتهى الحسنات يا من عمرت الصرح من آياته مسكا يفوح بأطيب النفحات مسكا يفوح بأطيب النفحات قد أشرقت من مقلتيك هداية منها الإله حباك بالبركات فلتصدحي بالحق مزدانا هنا فلتصدحي يا مشعل الآيات بشوق طائر الإسعاد قد صاغ ألوان البيان فؤادي بنسوة حف الملائك جمعهم وبهن يباهي ربنا وينادي بثي عبيرا في الفضاء بأسره ليشاد صرح الذكر والإيمان
مدي يديك إلى الكريم لعله من جوده يغمرك بالإحسان. من جوده يغمرك بالإحسان.